السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي وإخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غنشاركوا فيها جميع واحد المشروب ديال الطاقة اللي جربوه العديد من الأخوات ويعني أعطاهم نتائج رهيبة، نتائج جميلة بزاف لأنهم تبعوه واستمروا عليه بشكل يومي حتى أعطاهم النتائج ديالو. وحبيت أنا نشارك معكم لما لا. قبل ما نبدأ معكم المشروب، كنتمنى من الناس اللي كيزورونا لأول مرة، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على الزر الأحمر للتوصل بوصفاتنا بشكل يومي فضلا وليس بأمر. بالنسبة لهذا المشروب تاع اليوم، غادي نذكر لكم المكونات، يا ريت تبعوا معايا باش تستافدوا من هذا المشروب. هذا جملة واحدة، وهي أن هذه المكونات اللي غنذكر لكم دابا كلها غادي تكون في الخلاط الكهربائي باش نحصلوا على المشروب الطاقة القوي للزيادة في الوزن والتسمين. قبل ما نبدا معكم نشرب، الناس اللي عندهم حساسيه او امراض مزمنه او المراه الحامل ضروري انهم يستشروا مع الطبيب ديالهم، كيف ما عودتكم دائما انني كنصحكم توجهوا عند الطبيب الا كان عندنا شي مشكل صحي، عاد يمكن لينا نبحثوا على الوصفات الطبيعيه للمساعده في الزياده في الوزن. بالنسبه اخواتي اخواني لهذا المشروب، كيف ما ذكرت لكم غادي نذكر لكم المكونات، تبعوا معايا الفيديو. غادي نحتاجو اولا جوج بيضات بلديين، ضروري ان البيض يكون بلدي الا بغيتو هذا المشروب هذا يعطيكم النتائج، لان بعض الاخوات غادي يذكروا ليا واش يمكن لينا نعملو فيه البيض العادي. هذا المشروب هذا نجح 100% استعملوا فيه البيض البلدي او البيض ديال السمان، كيف ما كتشاهدوا البيض الفري او السمان، طائر السمان، لانه بحاله بحال البيض البلدي. جوج بيضات بلديين، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال عسل النحل الطبيعي، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الشوكولا البيضاء، ماشي السوداء ماشي القويه، تركز على الشوكولات البيض لانه هو فيه واحد النسبه عاليه ديال الدهون. الشوكولا البيضاء نديرو منها معلقه كبيره. وغادي نضيفو ايضا 5 حبات من التمر منزوع تنا، واي نوع ديال التمر، المهم يكون رطب باش يقدر يتحل لينا في الخلاط. وغادي نضيفو على هاد المكونات كامله 0.5 لتر من الحليب. غادي نكرر لكم المقادير وسمحوا لي، جوج بيضات بلديين اما ديال السمان او جوج بيضات بلديين اللي كنعرفوا البيض البلدي اللي كان ديال الدجاج. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال عسل النحل، ومعلقه كبيره ديال الشوكولا البيضاء، و5 حبات من التمر الرطب منزوع النوى، ونصف لتر من الحليب. كل هذه المكونات غادي نضيفوها في الخلاط الكهربائي، غادي نطحنوا هذه المكونات جيدا حتى تتندمج مع بعضها. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي ناخذ كاس ديال الشاي اللي كنشربوا فيه الشاي، كيف ما كتشاهدوا كاس صغير، غادي ناخذ منه كاس بعد الافطار، يعني ما بين وجبه الافطار والغداء غادي ناخذ كاس ما بين وجبه الافطار والغداء. هذاك المشروب اللي حضرنا ناخذ منه كاس صغير اللي كنشربوا فيه الشاي نشربوه، وما بين الغداء والعشاء غادي نكرروا ناخذ منه ثاني كاس اخر، يعني جوج مرات في اليوم كاس صغير بين الوجبات بين الافطار والغداء، وكأس صغير بين الغداء والعشاء مرتين في اليوم. وغادي نداوموا على هذا المشروب هذا حتى نحصلوا على النتيجة المرغوبة ونتوقفوا تدريجيا. هذا طبعا مع التغذية الصحية والحالة النفسية تكون مستقرة، وأيضا الرياضة وشرب الماء باش نساعدوا المشروب أنه يعطينا أفضل النتائج. هذه هي المكونات والأساسيات ديال هذا المشروب أخواتي إخواني. إلا بغيتوها يعني إلا بغيتو المشروب ينجح لكم، ضروري أنكم تستعملوا هذه المكونات اللي ذكرت لكم دابا: البيض البلدي، جوج بيضات، معلقة كبيرة ديال عسل النحل الطبيعي، معلقة كبيرة ديال الشوكولا البيضاء السائلة اللي كتباع في المحلات، 5 الحبات ديال التمر يكون رطب باش يقدر تتحل لكم، مع 0.5 لتر من الحليب، والاستعمال مرتين في اليوم، كأس صغير بعد بين الإفطار والغداء، وكأس صغير أيضا بين الغداء والعشاء. كنتمنى منكم اللي ما فهمت شي حاجة أو اللي ما فهم شي حاجة يمكن له يطرح السؤال ديالو. وكنتمنى إلا كان هاد الفيديو أو هاد الفكرة كتستحق التشجيعات ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. ومرحبا بكم دائما على قناتكم جرب وحكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن المولى عز وجل.